أهلا بكم في حكايات سيتارة. سأحكي لكم اليوم حكاية الخنازير الثلاثة الصغار. في يوم من الأيام، حينما كانت الحيوانات تستطيع أن تتكلم مثلنا، كانت هناك أسرة من الخنازير تتكون من أم وثلاثة أبناء صغار. وفي ذات يوم من الأيام، كانت الأم متعبة جداً من وجود أبنائها في المنزل، فقالت محدثة نفسها: لقد تحملت الكثير واكتفيت. فأجابها أصغر أبنائها، ولم يكن خنزيراً شديد الذكاء، قال لها: ماذا تعنين يا أمي؟ فأجابته: ماذا تعتقد أنني أعني؟ انظر إلى المكان، إنه في غاية الإهمال. فأجابت ابنتها الوسطى: وماذا في هذا؟ وقد كانت تلك الابنة الوسطى دائمة الغضب. قالت الأم: لا أستطيع العيش هكذا. فأجابها أكبر أبنائها، وقد كان خنزيراً ذكياً جداً، وفي أحيان كثيرة ذكياً لمصلحته، قال لها: حسناً يا أمي العزيزة، يشتهر الخنازير كما تعرفين بالإهمال. قالت له: انتهى، جهزوا حقائبكم واذهبوا. فجهز ثلاثة خنازير حقائبهم بالفعل وذهبوا وتركوا المنزل. وقال الصغير باكيا وهو يرحل: إلى اللقاء يا أمي. قالت له: انتهى، أنتم الآن كبار بما فيه الكفاية، جهزوا حقائبكم واذهبوا. فجهز الخنازير الثلاثة بالفعل حقائبهم وتركوا المنزل. وقال الصغير باكيا وهو يرحل: إلى اللقاء يا أمي. أما الابنة الوسطى فقالت: أيا كان. وقال الأخ الأكبر: يجب أن نضع خطة جيدة وذكية، أولا يجب أن نبني منزلا. وفي ذلك الحين مر بهم رجلا يحمل مجموعة من القش، فقال أصغر الخنازير: قش، سأبني منزلا من القش. فأجابه الأخ الأكبر: حسنا، ولكني لا أعتقد أن القش هو الاختيار الأفضل لبناء منزل. ولكن الأصغر لم يستمع إليه، وذهب محدثا الرجل: هل يمكنني أن أأخذ بعضاً من القش لبناء منزل؟ فأجابه الرجل: منزل من القش، ولكن أنت تعرف أن القش ليس قوياً بما فيه الكفاية. فأجابه الخنزير الصغير: سأعطيك 10 جنيهات مقابل القش. فأجابه الرجل: حسناً، منزل من القش فكرة جيدة جداً. فذهب الخنزير الصغير وبنى له منزلاً من القش. أكمل الخنزيرين الآخرين سيرهم، ثم مر بهما رجل يحمل مجموعة من الأخشاب. فقالت الأخت الوسطى: خشب، سأبني منزلاً من الخشب، إنه أقوى من القش. فأجابها الأخ الأكبر: حسناً يا أختي، ولكن لا أعتقد أنه سيكون قوياً بما فيه الكفاية. قالت له: لا تقل لي ماذا أفعل. وذهبت إلى الرجل وقالت له: هل يمكنني أن أأخذ بعضاً من الأخشاب لأبني منزلاً؟ فقال له الرجل: منزل من الخشب لا أعتقد أنها فكرة جيدة. فقالت له: أعطيك 10 جنيهات ثمناً لها. فقال لها: حسناً، إن منزل من الخشب فكرة عبقرية. وذهبت الأخت الوسطى وبنت لها منزلاً من الخشب. استمر الخنزير الأكبر بالسير وهو يفكر في غباء أخته وأخيه الصغير. ثم مر به وهو يمشي رجلاً يحمل مجموعة من قوالب الطوب. فقال له الخنزير: من فضلك، هل أعرفك؟ فقال له الرجل: لا أعتقد ذلك، أنا فقط أحمل أحد تلك الوجوه المألوفة. فقال له الخنزير:
حسناً، هل في الإمكان أن أخذ منك بعضاً من قوالب الطوب كي أبني منزلاً؟ فقال له الرجل: منزل من الطوب فكرة جيدة جداً. قال له الخنزير: سأعطيك 10 جنيهات ثمناً لها. فقال الرجل: كلا، ليس أقل من 15 جنيهاً. وقد كان وذهب الخنزير وبنى له بيتاً من قوالب الطوب القوية. والآن لو انتهت القصة هنا لكانت نهاية سعيدة بالتأكيد، ولكن لقد بنوا بيوتهم بالقرب من ذئب، وقد كان ذلك الذئب لئيم جدا وفي غاية الخبث، ولا يحب في حياته شيئا أكثر من أكل الخنازير الصغار. وعندما رأى ذلك الذئب الخنزير الصغير في بيته المصنوع من القش، ذهب إليه مسرعاً وهو يعتقد أن كل أحلامه قد تحققت، وقال لنفسه: غدائي! وأخذ يصيح ويقول: أيها الخنزير الصغير، أيها الخنزير الصغير، دعني أدخل! كان الخنزير الصغير خائفاً جداً، وكان الذئب بالخارج يصيح ويغني ويتوعد بأنه سينفخ وينفث حتى يدمر المنزل ويحصل على الخنزير الصغير. فجرى الخنزير مسرعاً وخائفاً جداً إلى بيت أخته المصنوع من الخشب. وعندما رأى الذئب الاثنين في البيت الخشبي لعق شفتيه وداعب بطنه الجائع، وجرى مسرعاً إليهما وأخذ يصيح ويتوعد مرة أخرى بأنه سينفخ وينفث حتى يدمر المنزل المصنوع من الخشب. الخنزيرة الوسطى كانت في غاية الغضب، وجرت مسرعة هي وأخيها الصغير إلى بيت أخيهم الأكبر المصنوع من قوالب الطوب. وعندما رآهم الذئب 3 خنازير صغار في بيت واحد، اعتقد أنه أخيراً وجد إفطاراً وغداءً وعشاءً، وذهب وراءهم في غاية الحماس. ولكنهم كانوا بالداخل مع أخيهم الأكبر الذي كان شديد الثقة بنفسه، لأنهم في بيت قوي وهم بأمان في داخله. ظل الذئب يصيح خارج المنزل: دعوني أدخل، دعوني أدخل أيها الخنازير! ولكنه لم يستطع الدخول، فذهب غاضباً ولم يعد مرة أخرى. صرخ 3 خنازير فرحين جداً، فقال الأخ الأكبر: ها، ماذا ستفعلون الآن؟ فأجاب أصغرهم: نجلس هنا، إنه جميل جداً هنا. قال ذلك وهو يخلع جواربه المتسخة ويلقيها على الأرض. أما الأخت الوسطى فقد جلست على الأريكة ووضعت قدميها فوقها وقالت: نعم، نجلس هنا، إنه مريح جدا هنا. حدث الكبير نفسه قائلا: لا، يجب أن أجد طريقة لأخرجهم من هنا. ولكن دعونا نكمل حكايتنا في يوم آخر، وحتى ذلك اليوم دعونا ندعي أن 3 خنازير عاشوا سعداء سويا إلى النهاية. شكراً لمتابعتكم. لا تنسوا أن ترسلوا لنا مقاطع فيديو مصورة تقومون فيها بتمثيل حكايتنا اليوم 3 خنازير الصغار. ولا تنسوا أن تتابعوا فيس تايم فيري تيلز كل أسبوع، وأن تتابعونا على فيسبوك وإنستغرام، وأن تشتركوا في قناتنا على يوتيوب. إلى اللقاء.